الكرياتيف دي اسمها شريف منير بقى، انت رحت لها. دي بقى حبيبتي بجد، انا عايزه اديها 10 من 10 وحياتي كلها. انا كنت قلت نكته في النص وانا بتكلم يعني عادي بالكوميدي بتاعي، انا قلقت بقى. هي عملت لي ريبوست بس انا قلت هي يعني مشغوله فهل سمعت؟ رحت لها بقى قلت لها بصي يا اسماء عشان اكون واضحه معاكي بالظبط. الفكره ان هي قالت لي انت بتأمني نفسك؟ انت قلتي ايه؟ قلت لها والله لا. فلما قلت لها اللي انا قلته قالت لي ايه ده، انا ضحكت. جميله. انت قلتي بقى عليها عن اسماء شريف منير، هي كانت لابسه حاجه زي الطرحه وهو طالع موضه. انا شفت بيلا حديد وناس كتير اصلا لابسينه، بيلبسوا الطرحه وبعدين ده بيبقى مفتوح والدريس عادي نازل يعني من تحت تايت. حلو. فانا قلت انه اللوك بيفكرني بنفسي وانا بفتح السوبر ماركت عشان محجبه فبفتح له بحجاب وتحت مفيش حاجه. بس بقى فهي ضحكت فانا انبسطت قوي. الحمد لله انه عجبك والله. هم انا ملاحظه ان هم يعني بقوا بيتقبلوا فكره البلوجرز وان هم بيعلقوا على الاوتفيتس بطريقه لذيذه طالما في حدود يعني. بالظبط. وده انترناشونالي يعني، ده في كل حته في العالم. فحاسه انه لازم احنا كمان نتقبل الحته يعني الساخره دي فينا، لان احنا كمصريين اصلا كل حاجه بنعملها كوميديا. بالظبط. احنا على طول ده احنا مصيرنا كلها كوميديا. بالظبط. احنا كل حاجه بنعملها اللي هو بنضحك عليها حتى لو حزن ما اللي هو بنضحك عليه. فانا شايفه انه وانا مبسوطه بصراحه انهم متقبلين الموضوع يعني. فعايزاكي تقولي بقى اكتر بامانه، مش عايزين نص يا رب يستر. ايوه. اكتر اوتفيت بجد كان عاجبك جدا، واكتر اوتفيت بجد كنت حاساه غريب. ماشي. اكتر حاجه غريبه هبدا بالغريب. انا ليه بدات بالغريب ده؟ ايه ده؟ انا مش عارفه، مش عارفه مالي. تعبتي على لا لا. اكتر حد حلو انا بصراحه عجبني بتاع اسماء شريف منير. حلو. رغم انك قلتي عليه وانا بفتح، انا قلت عليه حلو اصلا. هو معانا اهو على الهواء. انا عاجبني جدا لانه هو فانسي وات ذا سيم تايم جريء. فانا عاجبني ده قوي، وبعدين اصلا ده موضه فانا حسيت انه اعطيها 10 من 10 على الجراءه دي انها رايحه انترناشونال. والرجاله برضو يعني الرجاله احلى لوك. طبعا. انا عجبني بصراحه حبيب قلبي امير المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب امير المصري. بحب، حبيت البدله بتاعته جدا. كانت شكلها ايه؟ انا اظن البلت اللي فيها حزام كده. اللي هتقولي ده لابس حزام امان؟ ايوه. يعني حسسني بالامان. انا عاجبني بجد لان برضو شفت هاري ستايلز كان لابس نفس البدله دي في ريد كاربت فيلم بتاعه، فحسيت اللي هو المصريين متابعين. بعدين هي ذا انترناشونال اكتر اصلا فهو اكيد عارف هو بيعمل ايه. بالظبط. وبعدين برضو انا